والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا هبة حسين. شكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة ونتابع فيها. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والذي أشار فيه إلى أن أنظمة الرعاية الصحية سوف تستفيد في المستقبل القريب من التطورات والتحسينات في مجالي التشخيص والعلاج والمساعدة من خلال الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي. أكد التقرير كذلك على أن التحديات التي يواجهها قطاع الصحة والرعاية الصحية العالمي سوف تستمر في المستقبل، ومن تلك التحديات على المدى القريب نقص القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية وقضايا سلاسل التوريد والتحديات المتعلقة بتغير المناخ وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، في حين تشمل التحديات طويلة الأجل الطلب المتزايد على الخدمات وزيادة فجوة التمويل ونقص الحوافز للابتكار والوصول المتغير إلى العلاجات المتقدمة. شهد مقر الهيئة العربية للتصنيع توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ومصنع العوازل النموذجية العالمي للصناعات في المملكة العربية السعودية. يذكر أن هذا الاتفاق هو عقد تصنيع حقيقي، بالإضافة لكونه توقيدا لتكنولوجيا حديثة متطورة باستخدام تكنولوجيا النانو يخدم متطلبات الصناعة في مصر في مجالات متنوعة، وكذلك التصدير للدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة. دي بداية تعاون جميل بين الأشقاء العرب، بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإخوة المصريين هنا في الهيئة العربية للتصنيع. نبدأ معا إن شاء الله في هذا المشروع الرائد، والمشروع ده بيتمتع أو بينتج طبقا لتقنية النانو تكنولوجي، وده مشروع جديد وإن شاء الله يبقى لفايدة الإخوة في المملكة العربية السعودية وفي مصر، وإن شاء الله يبقى بوابة كمان للمنطقة العربية كلها ولإفريقيا. تم اختيار موقع مصر كدولة عربية للموقع الاستراتيجي اللي تمتلكه دولة مصر. مصر اليوم تعتبر نافذة على دول شمال إفريقيا بالكامل، بل هي منافذة على قارة أفريقيا. تم تحديد المصنع ليكون عندنا مصنع داخل الوطن، داخل المملكة العربية السعودية، والمصنع الآخر يكون داخل دولة مصر للاستفادة من موقع البلدين وعلاقة البلدين، ويكون أي عملية ديستربيوتر أو عملية توزيع أو عملية بيع خلال القارة فيما يخص قارة أفريقيا بإذن الله حتكون عن طريق دولة مصر بإذن الله عز وجل. شهد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين افتتاح موسم حصاد محصول القمح في أحد الحقول الزراعية على مساحة 10 أفدنة في قرية الدقدوقي التابعة لمركز سوق، وأدار المحافظ حوارا مفتوحا مع صاحب الحقل والمزارعين للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول. وقد تمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 23 أردب قمح صنف مصر 3. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، بينما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية نحو البيع، وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 19 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.148 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 1.98% ليغلق عند مستوى 17796 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بما نسبته 2.4% ليغلق عند مستوى 3074 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بما نسبته 2.9% ليغلق عند مستوى 4674 نقطة.
في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط متأثرة بالمخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة صادرات النفط الروسية، هذا وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.7% لتصل وتحقق 78 دولار و5 سنتات للبرميل، هذا وقد تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هو الآخر بما نسبته 1.88% ليسجل 74 دولار و3 سنتات للبرميل، هذا وتراجعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 2.18% لتصل إلى 2.42 دولار للتر، وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.9% لتسجل 2.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد حرص بلاده على توطيد تعاونها الاقتصادي مع جميع الشركاء سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي والأورو متوسطي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي مع سفير مملكة أسبانيا في تونس، والذي تم خلاله التطرق لمختلف أوجه التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين الصديقين والفرص والإمكانيات المتوفرة لتعزيزه وتنويعه في الفترة القادمة خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع هبة ودينا. شكرا لك مصطفى ميزار.